انطلقت بالأمس فعاليات الأسبوع القرائي ضمن برنامج صيف بلادي بنادي الشارقة الثقافي الرياضي، وبالتعاون مع جمعية حماية اللغة العربية ومجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات. الأسبوع القرائي بدأ بدورة فن القصة، وشهد حضور سعادة خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس لجنة صيف بلادي، وبحضور ومشاركة نخبة من الطالبات الملتحقات بالبرنامج الصيفي لنادي الشارقة الرياضي الثقافي. طبعا دائما نحن نتابع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات وتوجهاتها، وأيضا لنكون مواكبين للأحداث. ونادي الشارقة أيضا حاول في هذه السنة أن يقدم باقة متنوعة من البرامج الرياضية والثقافية والمجتمعية أيضا ليجذب فئة الشباب والتركيز عليهم والأسرة أيضا بشكل عام. أيضا دورة فن القصة تناولت مفهوم القصة القصيرة وشرح عناصرها وكيفية كتابتها ومراحلها، بالإضافة لتقديم تمارين للطالبات لإلهام خيالهن على حبك قصة قصيرة. هاي ورشة بعتبرها مميزة، بتزيد ثقافتي، بتزيد من مستوى يعني فن القصة القصيرة وطريقة كتابتها. ما شاء الله طريقة إلقاء المحاضرة كانت طريقة جدا جميلة، تحفز الطالب على أنه يعني يكتب القصص القصيرة. تعلمت أنواع كتابات القصة، وتعلمت أن أكون إن شاء الله مؤلفة. استفدت منها أنواع القصص مثل القصوصة والحكاية والرواية، وتعلمت منها كثير من العناصر، وأيضا شاركت في فن كتابة القصة القصيرة لأنمي هذه الهواية. الفعاليات الثقافية مستمرة في الأسبوع القرائي لصيف بلادي بنادي الشارقة، لتضم دورة الخط وورشة القيادة التربوية وندوة بعنوان جاذبية القمة، إلى جانب ورشة تفاعلية تحت شعار وجبة وكتاب ستكون بمثابة مسك الختام للأسبوع القرائي. ونبقى مع الأنشطة الصيفية، حيث أطلق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج البرنامج الصيفي لهذا العام تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي وسط تواصل الأنشطة على مدار العام. لنشر الفائدة والمتعة في العطلة الصيفية أطلق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برنامجه الصيفي لهذا العام، والذي يستمر لأربعة أسابيع محتويا على العديد من الأنشطة والفعاليات التربوية. يوجد العديد من الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها النادي خلال فترة النشاط الصيفي، من ضمنها معسكرات داخلية بالنسبة للاعبين وأبطال النادي للعبة الشطرنج، وأيضا معسكرات خارجية، في عندنا مجموعة من اللاعبين مشاركين في بطولة باردوبيتسيا الدولية في جمهورية التشيك، بالإضافة إلى استعدادات النادي لبطولة فردي الإمارات وبطولة كأس رئيس الدولة التي ستقام إن شاء الله في تاريخ 4 من الشهر المقبل. يسعى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج من خلال هذا البرنامج إلى استغلال العطلة الصيفية بالأنشطة المنوعة والترفيهية التعليمية، حيث يسهم النادي من خلال برنامجه الصيفي إلى تأسيس جيل قادر على لعب الشطرنج، لما لهذه اللعبة من عدة فوائد تنمي العقل وتعلم الصبر وتسهم في نمو فكر سليم. ويقيم النادي عدة دورات تدريبية للأطفال للعب الشطرنج وتعليم قواعده واستراتيجياته المنوعة. نحن دورنا كأحد أدوار الأندية أو أحد الأماكن التي تحافظ على 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 الطفل بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى ممكن اكتشاف بعض المواهب عند هذا الطفل سواء كانت شطرنج أو غير شطرنج. فمثلا نحن عندنا من ضمن الخطط الموضوعة هي حلقات تحفيظ القرآن الكريم. هذا الشيء يساعد الطفل والأهل على اكتشاف ميزات هذا الطفل. أحب الشطرنج، دخلت بطولة أبوظبي ودخلت بطولات كبيرة، والشطرنج يخليك أذكى من النسبة كنت فيها. يحرص نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على تعزيز التنمية والمعرفة خلال العطلة الصيفية لاستغلالها بالأنشطة المفيدة والممتعة للأطفال. يسعى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إلى تطوير المواهب الناشئة وجعل إجازة الصيف مليئة بالمعرفة والفائدة.
لأخبار الدار حسين الملا الشارقة.